مباشرة من ملعب الباسل بلادئية، حاطين تشرين بين الموج الأزرق والأبيض والموج الأصفر، شو رح تكون النتيجة؟ تابعونا بهالتقرير. كيف شايف اليوم المباراة؟ ديربي الساحل المعروف والشهير اليوم، كيف المعنويات وشو توقعك؟ مباراة ديربي بتغيب الفوارق الفنية، اللي بيكون أهدى بالملعب هو اللي بيحقق نتيجة، إن شاء الله يكون فوز لنا، إن شاء الله. أكيد ديربي اللاذقية معروف ما بس بسوريا، معروف بالوطن العربي، يعني هو من أهم ديربيات الوطن العربي، واللي بيحلي هالديربي هو أهل الجمهور، حتى نحن كلاعبين بننطر هالديربي من سنة للسنة. اليوم فوز كتير مهم إذا حققوا حطين بجدول الترتيب، شو توقعك؟ أكيد هلأ بصراحة بغض النظر عن نتائجنا الأخيرة شوي المتفاوتة، نحن بصراحة يعني مباراة الديربي الذهاب خسرنا، ففي رد اليوم؟ أكيد يعني هذا إن شاء الله اليوم نحن بهمة الشباب وبهمة الجمهور والكل إن شاء الله منعوض هالخسارة بإذن الله، والشباب أدى وقدود. أجواء رائعة، كرنفال يعني مشهود للادية، بتمنى يعني هالجمهور يطلع مبسوط ويروح على بيته مبسوط بغض النظر عن النتيجة. بنقول نحن مبروك للفائز وهارد لك للخاسر، نتمنى تكون مباراة نظيفة وتمثل محافظة اللادية. ما فينا نغض النظر كتير عن النتيجة، انت شو توقعك اليوم؟ ما في توقع بكرة القدم، لكن أتمنى الفوز، يعني هذا حقيقة مشاعر. يعني اليوم كيف شايف المباراة الديربي؟ دائما بنقول عنه نهائي قبل الأوان، اليوم الجمهور بيحكي عن هاي المباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صراحة ما بعرف شو بدي أحكي على الجمهور، يعني إن شاء الله الله يوفقنا ما منخجل هذا الجمهور إن شاء الله يا رب. رح تسجل اليوم؟ إن شاء الله بإذن الله. أكيد ديربي كتير مهم بسوريا، ديربي بين أخين بالأخير، أولاد مدينة واحدة، أكيد اللون بيختلف، الانتماء بيختلف، بس نحن بالأخير هي عم نلعب رياضة فيها فوز وخسارة، أكيد نحن بأتم الاستعداد، عنا ثقة باللاعبين كتير فوق ما تصور، وإن شاء الله أنا متفائل وإن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله. لازم يكون رد دين مثل ما بقولوا، بس نحن بالنسبة للتشكيل أنا عندي ثقة بكل اللاعبين، عنا غيابات عنا إصابات. كيف راح تأثر اليوم هاي الإصابة؟ أنا عندي ثقة بكل اللاعبين، إن شاء الله ما بتأثر، واللاعبين أدوا قدود وإن شاء الله بيكونوا بالموعد إن شاء الله. تعبانين بالإحماء، راح تتعبوا بالمباراة اليوم، في نتيجة؟ إن شاء الله يا رب، مصممين إنه بدنا نجيب نتيجة، نسعد الجمهور إن شاء الله. مباراة الذهاب ما بدنا نتذكرها لحطين، مباراة الإياب كيف راح تكون؟ لا إن شاء الله غير الذهاب إن شاء الله، بدنا نجيب نتيجة إن شاء الله يا رب. كابتن ألف ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. استحقيتوا الفوز اليوم. الحمد لله رب العالمين، كان أدائنا أفضل من حطين، نستحق الفوز. هذا الجمهور شو؟ بيستاهل الفوز، هذا بيستاهل الفرحة اللي طولت عنه كتير. هاي المباراة فتحت خير لمباريات قادمة إن شاء الله كلها انتصارات. لله الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله بنقول إن شاء الله. مباراة الجنون والشغف الكروي بامتياز، مباراة الجمهور قبل اللاعبين اليوم انتهت بملعب الباسل بلادئية بهدف مقابل لا شيء لتشرين على حطين. تابعونا دائما على لينار تي في لحتى تعرفوا كل جديد الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. لينار تي في من ملعب الباسل بلادئية، هاني رعد.